فالحرام قتل للنفس. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. هذا تأكيد على أن من يأكل الحرام يقتل نفسه ويدمرها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا اعتداء على حقوق الآخرين وظلما لهم وظلما لنفسه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعوذ بالله من الحرام ومن الغش والغشاشين والحلف الكاذب، ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن الحرام وبفضله عن من سواه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية.